75 يا حمود يو 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 75 يا حمود يو قلنا بكام 75 عشان خاطر ست الحبايب75 جنيه 75 اي طقم كاسات صلى على النبي عليه دي عروض عيد الام دي صلى على النبي عليه 75 الطقم اي طقم كاسات ب 75 عشان وريني كده طلع كاس كده وامسك لنا الكاس وورينا الكلام ايوه اي حاجه ايه 75 اهو 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 كسر اهو كسر يا عم ولا ايه 75 عشان خاطر ست الحبايب صلى على النبي اي طقم الكاسات ست كاسات 75 جنيه تفرجنا كده بس يا باشا بالراحه كده عشان الناس تركز معاك تمام انت مجهز الطبله سمعني بقى حارد اهو كام يا حارد اي حاجه ب 75 كله ده ب 75 ايوه عروض عيد الام ايوه ست الحبايب ايوه وانا وانت خش يا باشا هناك اهو اهو قاعدين هنا اهو يا باشا قاعدين هناك اهو 75 يا راجل ايوه ست الحبايب ايوه ست الحبايب 75 ست الحبايب يا ابني مشوها نغمة واحدة 75 عروض عاملها احمد طردنا ايوه ورينا كده شغل ايه 75 كل الالوان كل الالوان وكل الاذواق يلا يا ست الحبايب ده ايه الجمال ده بقى يا عم ايه الحلاوه دي 75 ثلاث الوان 75 عشان خاطر ست الحبايب ده ايه ده ار سي ار ده ولا بويني ده وتعالى بص باتنين ونص 75 جنيه وده كان مع حارس دلوقتي اديني والبومبي ده حلو قوي 75 جنيه يا بلاش يا عم الجمال ده يا عم احمد يا بلاش يا عم ايه الجمال ده يا بلاش 75 يا بلاش كله عشان خاطر ست الحبايب يا بلاش الله لا ترضى عننا يلا بتدل يا بلاش 75 عشان خاطر ست الحبايب تمام 75 كل بلد ليها بوابه عندي مجد عندنا دبابه ارفع كده الورقه دي ب 75 عشان يصدقوا ايوه تعالي يا مدام حماتك هتموت فيكي تعالي يا مدام حماتك هتموت فيكي حماتك هتموتك لو جبت لها عليك 75 عم احمد ضرب نار والله ضرب نار مش هتلقوا غير العروض دي عندينا 75 يا حمود يو 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 75 يا حمود يو يو قلنا بكام 75 عشان خاطر ست الحبايب 75 اي طقم كاسات طب عندنا ايه تاني عندنا بقى تيجي بقى خش تعال بقى خش على الازاز اللي جوه ده واحده واحده كده معانا يلا هات لي حاجه صينيه ايوه من القهوه بطبقها عامل 115 عندنا وبس عند مجدي الصلاه على النبي طقم 3 صواني بايركس عامل 125 وفي منه صينيتين عامل 90 جنيه وعندي منه صينيه صينيه واحده ب 50 جنيه وعندي واحده اصغر ب 35 جنيه وريني الوانهم كده والدنيا كده تمام الله اكبر يا باشا عند مجدي وبس الصلاة على النبي دي الصغيرة دي ام كام ب 35 جنيه صينية بايركس فرداني بجميع الاشكال الله ينور عليك واللي بعده عندي هنا طقم خشاب بولا أيوه. بالطبق اه عامل 60 جنيه ترند ده يا باشا عند مجدي وبس ده ترند ده يا باشا طبعا البولا المربعة اتدمرت خلصت يا باشا الحمد لله الحمد لله عندي بقى طقم السمك ده حكاية 90 جنيه 90 جنيه الله ينور عليك طقم 8 قطع 8 قطع ب 90 جنيه الوانه بقى ده في ماربل اهو رخامي ودلع وده بكام اللي ورا ده؟ عندي طقم البولات دوت عامل 20 جنيه 20 جنيه ست بولات ست بولات ب 20 جنيه وعندي منه الشكل الثاني وابو غطا ده ب 20 برضه؟ برضه ب 20 جنيه ماشي وابو غطا ست بولات بغطا ايوه 25 جنيه 25 جنيه بالغطا والاطباق الفرداني؟ ده ب 30 6 وده ب 25 المقاس الوسط والمقاس الصغير ده ب 20 ثلاث مقاسات فرداني وعندي الطبقين دولت ده ب 15 ده مقاس وده مقاس ده الكبير وده الصغير ده ب 15 وده ب 20 العلبه فيها ثلاثه عندي مجدي بس يا راجل وريني الجديد بقى يا معلم بس الجلد بالراحه ايوه 40 جنيه 40 جنيه عندي مجدي 6 العلبه 6 ب 40 جنيه ست قطع ماشي ب 40 جنيه زي الفل والطقم اللي بعده
عندي طقم الكوبايات دوت. اه ده 18 18 قطعه ده ب 65 جنيه. 65 جنيه ماشي. واللي بعده هنا الفيروز بقى اه شوب وشاي ذهبي و 175 ذهبي وفضه. تمام. عندي هنا بقى رئيس تشكيله تركي عالي جدا يعني. اه هنا ده اول حاجه منها. اه عامل 150 جنيه. جميل. الصلاه على النبي. دي منه الصغير ده. اه ب 125. يلا. عندي مجدي بس. اه. بص الحاجات كيوت دي. الله عليك. سبعة ونص. استنى بس ده ميني سكرية دي. دي كيوت قوي. اه. ميني سكرية تتحط على الصينية ما تبانش. 7.5 جنيه. جامدة دي. والبومبي ده بكام؟ ب 150. وده اللي كان نازل عليه العرض امبارح ب 100 جنيه كاسات اللومينارك. كاسات اللومينارك في منها الشكلين. الشكل القصير. اه. وفي منها الشكل الطويل. ب 100 جنيه الطقم. اللومينارك ها اماراتي 100 جنيه ده اللومينارك. اه عندك بقى وريني الكسر اللي جاي جديد ده اللافا اكبر تشكيله كوبايات يا جماعه. بصوا كله ب 12 جنيه ونص وب 10 جنيه وب 20 جنيه وحاجات يعني ببلاش وشوبات كمان. اه ده اللافا. اه ده ب 40 جنيه. بص الميه بتاعته الميه بص بتبرق. اه العلبه 6 ب 40 جنيه. جميل الكلام ده. عندك ايه تاني؟ الشوربه ده الطقم الصواني اللي عليه العرض. طب 175. اه اكسدي وريني. طيب ماشي زي الفل. ثلاث صواني ب 175 جنيه. ثلاث مقاسات. وعندي بقى طقم مجات الشوربه دوت. اه ده ب 20 جنيه. اه ده مج الناس كلها عارفاه ده. وريني بقى البرطمان ده كده عشان كام الشماعه دي ب 15 جنيه؟ 15 جنيه. 9 في 1؟ 9 في 1 ماشي. ايوه انا عامل برطمانات باربع قطع. اه عامل 65 جنيه. الله ينور. وريني كده بقى الاربع قطع دول. والرابعه. الله ينور. الاربعه كده ب 65 جنيه ماشي. والفخار ايوه يا ابني عشان انا ايه تعبت من الوقفه فانا هقعد بقى. دي الزبادي. الزبادي ب 5 جنيه الكبيره دي. لا دي مش زبادي دي. دي الزبادي اه دي ب 5 جنيه. ودي ام علي وابو علي 7 جنيه ونص ماشي. ودي الطقم اللي هو الايه الطواجن بالغطا الحلل دي اهو. ده طقم 3 ده بكام بقى؟ ب 95 جنيه. واللي من غير غطا صواني ب 75 جنيه. والبرامات بتاعت البرام اه 75 جنيه. الطقم ثلاث قطع مقاسات مختلفة. في منه عسلي وريفي وده ابو يد بقى ده. ده برضه ده بقى بيد طقم ثلاث قطع 75 جنيه. تمام حلو. دي الكبيرة ودي الوسط ودي المقاس الوسط ودي الصغيرة. ده بيد ده. دي المصافي. دي بقى مصافي ستانلس بيد ومن غير يد. ومن غير يد ومقاسات مختلفه. ايوه تبدا من ايه؟ ب 45 جنيه. 45 جنيه و55 وكده ماشي. ودي دي الكنكه والحته في حته كده. اه ب 20 جنيه يا باشا. والبتاع دي بقى المبخره. وفي الشمع بتاعها صح؟ اه موجود الشمع بتاعها باشا. دي ب 12 ونص. هو ده جه امبارح المخرج ده؟ 35 جنيه. عندك ايه يا ابراهيم هنا؟ ايه اللي جه امبارح؟ علب بيض؟ اه بيت علب بيض. بكام؟ ب 15؟ 15؟ اه؟ وجميع الوان في منها نور. اه. وابيض. جميل. وادي بنك. تمام 15 جنيه. 15 جنيه. جميل. طبعا الصواني اه والصواني بكام؟ ب 30 35 40 فنانيس ها؟ اه فنانيس 30 40 50 هتعدي 30 40 50 30 40 لا مؤاخذه يا باشا. ودي ب 20 جنيه؟ علب البقوليات الكبيره ها؟ هات الصينيه دي مع اخواتها. طيب الصينيه اللي فوق دي. وبرطمان برطمان تخليل 4 لتر وربع 30 بس. ب 30 بس. 30 بس. الورقه ليه يا عم؟ الرور الرمضاني. شلت الورقه ليه بتاعت العرض يا عم؟ الرور الرمضاني ده خلص. اه وجي منه تاني. اه واشكاله بسم الله ما شاء الله. اه كام بقى الرول؟
الرول ب 35 جنيه بس. 5 متر اه 5 متر عرض 40 سم. طب حط الورقه بتاعت السعر دي يا عم. انتوا ايه؟ انتوا فاتحين مش شايفين حاجه صح؟ على التاني على التاني على التاني 35 جنيه. ايه؟ 35 جنيه ده رول خيامي. اه عشان رمضان وست الحنان. ست الحنان يا حنان اللي تعالى اديني كده هنا. ده بقى حامل مقشات فرضاني 5 جنيه. الوان بقى. خلاص خلاص خلاص. وهنا دي في كبير وصغير. كبير وصغير. في كبير وصغير. الصغير ب 25 والكبير عامل 35. الصغير ب 20 بس. ب 20 عشان خاطر الغالي. الصغير ب 20 والكبير ب 35. والرول السيلفر والرول الرخامي 35 5 متر. عالي. عندك ايه يا باشا؟ الوان رمضان. اه ورينا بقى. ده حبل النور. ده حبل النور. الفوانيس. الفوانيس بكام بقى؟ عشان الناس كانت بتسالني وانا مش عارف حاجه. 25 جنيه. في الوان بقى منه ده؟ اه جميع الالوان. خيامي بقى والكلام ده؟ اه. وفي بقى دوت بيلون الوان مختلفه. اه. ده ب 25 جنيه. ب 25 جنيه برضه. طوله قد ايه؟ 3 متر تقريبا؟ 3 متر. اه وفي بقى دوت كل حاجه فيهم لون. ده ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. حلو كده. وده في فوانيس منه. اه وفي بقى منه كمان حاجه زي كده. الالوان بتاعته ب 20 جنيه. لا ده في حاجات هناك كمان الذهبيات دي. تعالى الذهبيات دي. ايوه. بص بقى ده. ده وقع سعر. ده الوان مختلفه ب 40 جنيه. لا في حاجات هنا برضه عامله زي الذهب. عندنا حاجه ثانيه كده زي كده. اه. نجمه و 35 جنيه. ده في ايه؟ جوامع بقى وال ده بص بقى هنا جوامع وفوانيس. اه وهنا هلال ونجوم. وفي سيلفر اهو منه. من هلال بكام بقى السيلفر؟ ده ب 35 جنيه هلال ونجم. يعني ومج بكام بقى الشاليمو؟ ب 20 جنيه. اي جار. اي جار ب 20 جنيه. 20 جنيه اي جار. مجدي بيضحي والله يا اولاد. هنا بقى ده شمع الفواحه. اه ده الشمع بتاع الفواحه 10 في 1. 10 جنيه. 10 في 1. اه ب 10 جنيه اهو. ده بتاع الفواحه اللي جوه اللي هي الفخار. آه ده روايح بقى. اه روايح. وفي منه جميع الالوان. اه الطقم ده. الطقم ده ده ثلاث طقمه. ده الطقم ب 150 جنيه يعني 450 جنيه. لا ده عامل 300. معمول عليه عرض بقى ب 300 جنيه. 300 جنيه عند مجد. الثلاث طقمه ب 300 جنيه يعني طقمين وعليهم طقم هديه. ده باشا باشا التركي. تركي يا باشا. اه 300 جنيه الطقم. ثلاث طقمه. انا عايز بقى اشوف دول اللي هم الفخار اللي هم التوابل دول. دول ثلاثه بس كده ولا زفينا سيب دول ده. دول ثلاثه بس. اه دول عاملين 165. ده الكبير. ده الاكبر مقاسات بالستاند. اه بالستاند. ده بورسلين يا جماعه. وفي عندنا الاصغر مقاس اصغر شويه ب 150 جنيه ثلاثه بالستاند. الصغير دوت عامل 135. الاشكال فنانيس في المعرض. احنا هنا في المحل القديم في السكه الحديد. هنعمل لايف هناك في المعرض ان شاء الله. وده ب 135. اه 3 بالستاند ده. الماسك الصغير. ماشي. ودي ب 125 البونبونيره دي زرقاء والسوداء والبيضه بتاعتها. ايه يا باشا معاك طقم عرض الثلاثه. اه بكام بقى ده؟ ده عامل 250 بس. 24 قرشه. قرشه. اه عند مجد بس. في شكل تاني منه. في رسمه تانيه بقى. في رسمه تانيه تحت. بس قلب كده. ايوه دي رسمه ثانيه. دي رسمه ثانيه. دي نقشه ثانيه. ب 250 جنيه الطقم. والكاندي. الكاندي اهو. الثلاث قطع اللومينارك ب 100 جنيه. ثلاث قطع لومينارك ب 100 جنيه. رول بتاع التلاجة. ايه رول بتاع؟ طلعش منظر رول حطيته جوه. دي بكام دي؟ دي ب 65 يا باشا. دي تسالي وممكن تتعلق على الحيط. رمضان كله. اه. اشكال كلها خيام رمضان. ماشي. اه الديسبنسرات تعالى تعالى. الديسبنسر ده بكام يا استاذ؟ عندنا ديسبنسر اه الواحد دول ده ب 50 وده بكام بقى؟ وده 4 ديسبنسر عصير رمضان. مش تحطه كده يا جماعه في العرض كده وتظبط لنا الدنيا. ماشي. وده بكام؟ 65. 65. وانا حاجه اتنين دور زي الواحد دور ده. اه في اهو اتنين دور اهو. حط ده لون تاني. حط ب 85 جنيه بالحنفيات بكله بالعصير ولا ايه؟ ولا من غير عصير؟ بالعصير. طيب والكبير بقى فين؟ هات الكبير ده تحت بقى هنا. ثلاثة دور. ده ثلاثة دور بكام بقى؟ الثلاثة ب 100 جنيه. والاتنين دور ب 85 والواحد دور ب 50. ودوت البطيخة دي ده كام لتر؟ ده 5 لتر؟ 4 لتر. ده 4 لتر. ده مكتوب يا ابني بره 5. يا ابني مكتوب اهو.
4 لتر وده 2.5 لتر. الحته 2.5 لتر يعني التلاتة 7.5 لتر وده 5 لتر. البترول نزل اهو، البترول جه اهو بتاع الاماكن الضيقه ب 100 جنيه دي الخامه اللوكس يعني. المطبقيه اللوكس مطبقيات ده نزل ده الصغيره والكبيره بكام وكام بقى؟ ب 150 200 بالصينيه بتاعتها. ماشي، الله ينور عليكم يا رجاله. طيب يا جماعه كفايه كده النهارده، ممكن نعمل لايف كمان شويه من المعرض من هناك عشان شغل رمضان بقى، الفوانيس والفنانيس والبلورات والحاجات دي. فهنشوفكم بقى في اللايف كمان شويه في المعرض ان شاء الله.